mets dessus quand je suis dessus. Wow, marrant. 48 سنة ولا هنا تنصاوب خدنجان بياخد نجان وهاد خدنجان راه مشهور في العالم راه تزين سانك بول فرنساوية بصبر يا خير خبري بطاليا زيرو وحاجة المغاربة راه خدنجان الدول العربية أخرى الزنزبيل الأحمر بين هذا دواء تيداوي الداء بعد عليك شي لا ماكلة لا درك وشحال المشاكل كاينة تمايا ايوا لا مسك كول عندنا دابا سلول بالاعشاب راس الحانوت هاد راس الحانوت فيها قاع قلاب سيبيسان سانتير 14 العشبه هي يا تلك الخلدات كلها يا تلك الخلدات من المرض علاش كيشربوا هاد النسارة وهاد المسن هو مشهور بالعالم على حساب المرضى ويش كان يعني شي ماكلة لا تضرو شحال المشاكل كاينة بهذاك الكاس نتاع خدنجان راه زنزبيل احمر دوك تيسموه المساخن وهذا سلولو عادي هي باللوز وبالقرقاع وبالاعشاب المهم هي خفيفه كليان تيجيو يشربوه تكون وصلت الدنيا عامره تنسى هذاك الشيء اللي تيشربوا فيه ما نشربوا حنا اللي مسلمين كاينين طابلوات معلقين العشوب وتصاور العشوب ومكتوبين بالفرنسي وبالعربيه الكل شبينا تيوصل الذات وحبس على شي مرض يا كان ولا شي حاجه تيحبس على ذوك العشوب على ذاك المرض. انا من الزوار ديال مدينه مراكش وديما تنجي على السي مصطفى ديال خدنجان يعني مشروب صحي في جميع في شله ديال العشوب بزاف وبالخصوص في هذه الفتره ديال الشتاء تيلق كل شيء يعني في جميع المواصفات يعني بحال قلتي بيو وهذا السيد هذا ديما عندنا ديما عندو يوميا كل اسبوع تنجي انا لمراكش يعني ما في حتى شي مضره للصحه ولا شي حاجه انا تنوصي الناس اللي تيجوا لمراكش يجوا عاد صحاب هاد صحاب العربات اللي تبيعوا هاد الخدنجال راه مشروب صحي وبالخصوص في هاد الفتره ديال الشتاء.